السلام عليكم طلاب محاضرة Digital Communication Systems، معكم دكتور ياسر الزاهدي. في هذه المحاضرة إن شاء الله راح نتكلم عن Part 6 والPart 6 عن Baseband Demodulation والDetection. إحنا بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن Baseband Modulation، لكن بالجهة الأخرى بالReceiving Side راح نحتاج إلى عملية Demodulation وعملية Detection. Why is a demodulator needed to recover PCM waveforms? لماذا نحتاج أن نستخدم demodulator على مود حتى نقوم بعملية recover عملية إعارة مثل معنى إصلاح الـ waveforms. Arriving baseband pulses are not received as an ideal pulse shapes. نعرف أنه الـ baseband pulses هذين الـ waveforms اللي راح نرسلها كـ pulse-like waveforms بالعملية طبعا الانتقال أثناء الميديوم وتكون عملية أيضا دخول نويز راح يأثر على هذه البولسات، فمن راح نستقبلها ما راح تكون ideal pulse shapes. شكل البولس اللي راح تستقبل راح يكون متغير مو بطريقة مثالية، وذلك نحتاج عملية تعديل لها. هذا الشيء leads to inter-symbol interference، عملية تداخل ما بين السيمبلز. احنا قلنا مثلا إذا كل سيمبل راح سواء مثلا نستخدم binary symbols، لاحظنا انه ممكن نستخدم فقط 1 or 0، يعني ننطي binary انه ال 1 ننطي symbol وال 0 ننطي symbol اخر انه waveform معينة، او ممكن يكون عندنا عدد من ال m array symbols مثلا 4 array او اكثر، بحيث راح ننطي ايضا عدد مجموعة من symbols مثلا 4 symbols بالارسال، وبهالحالة كل symbol راح يكون عبارة عن waveform. طبعا لما راح نستقبلها ممكن يكون ما يسمى بالانتر سيمبل انترفرنس، يكون تداخل ما بين هاي الويف فورمز اللي تمثل كل وحدة سيمبل معين. Therefore, the goal of the demodulator is recovering received baseband signals. حاول نستقبلها مع تصليحها، يعني إعادة إصلاحها with the best SNR، مع أفضل signal to noise ratio، نسبة الـ signal power إلى الـ noise power. طبعا نريد الـ signal power تكون أعلى، and free of ISI، وما يكون بيه تداخل بالـ symbols. طبعا دائما نتكلم بالـ demodulation أو بالـ digital receiver عموما، بالـ receiver الاستقبال، عن الـ error performance، نشوف كيفية أداء الـ error، الخطأ اللي راح يصير عندنا. احنا نركز انكم ما يصير عندنا خطأ، او الخطأ يكون as minimum as possible، يعني قليل، ايش قد ما يكون قليل كل ما افضل، نحاول يكون قليل. The detector needs to retrieve bit streams from the received waveforms as error free as possible. لذلك الديتكتر، طبعا اكو راح نلاحظ انه نتكلم عن demodulator ونتكلم عن الديتكتر. الـ demodulator هو عملية مثل ما قلنا recovery of waveforms. الـ detector أو detection هو عملية decision، عملية قرار لاختيار الـ digital meaning مالت الـ waveforms، معنى هاي الـ waveform مثلا هاي بت 1 تمثل، هاي تمثل بت 0. عملية الـ demodulator راح يكون بعملية تصليحها لهاي الـ waveform، وراح تجي للـ detector، والـ detector راح يكون بعملية فرز انه مثلا هاي الويف فورم تمثل 1، اذا نتكلم عن 1 و 0 هاي تمثل بت 1 وهاي تمثل بت 0. هذا العملية راح يكون به. Error performance degradation is due to two reasons. عندنا error performance راح تصير عملية الـ يعني الهبوط بالكفاءة بسبب الايرور، بسبب two reasons. عندنا سببين موجودات. السبب الأول هو الـ non-ideal system transfer function، ولما نتكلم عن transfer function يعني معناته نتكلم عن channel، طبعا بالـ frequency domain، لكن هي channel الـ medium مالتنا. طبعا الـ medium مالتنا non-ideal، يعني لما راح أرسل من transmitter through يعني بالهواء مثلا، يعني بالوذر عادي، وتستقبل بالـ receiver، هاي المنطقة اللي راح تنتقل بيها الإشارة هي مو مثالية، فطبعا الإشارة اللي أرسلت ما راح توصل بالضبط نفسها بالاستقبال، راح تدخل عليها بعض المتغيرات بسبب الشنل. طبعا اكثر شيء راح يصير عندنا ما يسمى بالسيمبل سميرينج او اي اس اي،
عملية تشوه يعني بالسيمبل، أو مثل ما يقولون تداخل بالسيمبلز، inter-symbol interference. الشيء الآخر أو السبب الثاني اللي يسوي الـ performance degradation noise and interference introduced by different sources. أيضا راح بالإضافة لهذا الشيء أيضا راح تدخل high channel ما يسمى بالنويز، مو بس إنه راح يصير له تداخل بالسيمبلز، لكن بالحقيقة راح يصير عندنا نويز تدخل أيضا interference. الانترفرنس ايضا تداخل لاشارات اخرى ايضا تكون غير مرغوبه، وهذا راح يتم التركيز به عاده انه على الاتموسفيرك نويز، النويز الموجوده بالميديوم هذا بالوسط الناقل، اند انترفيرنج سيجنالز والاشارات اللي تتداخل، ممكن اشارات اتصال اخرى لكن هي جايه تاثر على اشارتنا، لان بهالمنطقه يكون بيها تاثير سيء على الاشاره اللي احنا جاي نرسلها. Much of the noise and interference can be reduced or eliminated. أغلب النويز أو هذا التداخل interference ممكن أنه يقل أو حتى أنه يحذف نهائيا. Except for the case of thermal noises that corrupt the signals in an additive manner. ما عدا ما يسمى thermal noise، النويز الحرارية بسبب حركة الإلكترونات واللي هي موجودة تكون بالميديوم، أيضا ممكن تكون بالأجهزة تتكون، طبعا اللي هي عادة ما نركز عليها كـ additive white Gaussian noise، إذا ذكرناها سابقا AWGN اللي تكون additive راح تنضاف حالة إضافة تكون على الإشارات مالتنا. In the binary baseband system, the transmitted waveforms are G1 of T and G2 of T. لاحظوا طلاب هنا جاي نقول binary baseband systems، مثل ما قلنا إنه عندنا binary وعندنا non-binary اللي هو M array مجموعة تكون من السيمبلز. بالباينري تكون عندنا نوعين، يا اما سيمبل يمثل 1 فقط، يا اما سيمبل يمثل 0 فقط، فيسموه باينري سيستم. طبعا مثل ما ذكرنا سابقا ان الباينري والبيز باند سيستم عموما الاشارات اللي راح ترسل هي نسميها G1 of T، انطناها المصطلح G1 of T، G2 of T يعني GI of T، نخلي I، والاي تكون هي نفسها عدد السيمبلز، فاذا عندنا هنا باينري راح يكون عندنا 2 symbols، فيكون عندنا G1 of T and G2 of T. While for the case of a binary band pass system، إذا عندنا band pass system راح يكون عندنا transmitted waveforms are S1 of T and S2 of T. Si of T is used now for the case of baseband and band pass situations due to the same treatment of demodulation detection in both of these cases. هنا بهالحالة راح نركز إن نستخدم رمز الإشارة S of T، يعني الـ Si of T مثلا S1 of T S2 of T إذا عندنا binary system، لأنه عملية demodulation و detection راح تكون نفس العملية المعالجة اللي تتم على الباسباند أو الباند باس، فمو مشكلة إنه راح نستقبل أصلا الإشارة هي راح نستقبلها باند باس signal وتتم عليها عملية demodulation، فالعملية ماكو فرق بيناتهن ضمن السيستم الخاص بالرسيفر. فنستخدمها ونركز على إشارة الـ Si of T اللي راح تجينا. نعرف إنه for any binary channel إذا عندنا إشارة binary نعتبرها راح يكون عندنا حالتين فقط، الـ Si of T تكون either إما الـ S1 of T for binary 1، طبعا الـ T هذا الـ duration مالت الـ symbol راح يكون بين الـ 0 والـ T capital، الـ time duration مالته لازم بيه في الوقت مال pulse، والـ S2 of T أيضا طبعا الـ High Duration بين الـ 0 وبين الـ T Capital، يعني تبدي القيمة من 0 إلى T Capital Time Interval for a binary 0. Of course the received signal is R of T equals Si of T convolution with the HC of T، this one is the channel impulse response plus the noise process، اللي عملية الـ noise اللي راح تدخل تكون additive مثل ما قلنا تنجمع. طبعا الـ I يساوي 1 to M مثل ما ذكرنا انه يكون هذا الى M، احنا بحالتنا هنا لأن binary فالـ M تساوي 2، عندنا either S1 of T أو S2 of T، فالـ I 1 2. That's why in the case of binary transmission over an ideal channel مثل ما ذكرنا لأن binary راح يكون الـ I 1 أو 2، وبحالة إذا عدنا ideal channel، لاحظوا إذا عدنا ideal channel معناته ال channel impulse response
تكون ideal فما راح يصير بيها تأثير. لذلك الإشارة المرسلة اللي هي الـ SI of T راح ما يصير عملية convolution، ما نعتبر أنه يصير convolution لأن هي نفسها اللي راح تستقبل، واضح؟ لأنه ideal channel، كأنه أنه من أرسلناها و propagated the signal يعني we are propagating كانت تنتشر بالميديوم ما صار بها أي تأثير، فالـ SI of T بقت نفسها. لكن في حال العملية دائما لازم تصير عملية convolution لأن يصير تأثير الميديوم اللي هو الـ impulse response channel impulse response على الإشارة. بالايديال راح توصل نفسها، بس طبعا حتى لو الـ channel ideal لازم راح تنضاف لنا ما يسمى بالنويز اللي هي thermal noise، راح تنضاف بكل العمليات اللي تتم بالسيستم مال الاتصالات. خلينا نلاحظ هذا الفيجر اللي هو a typical demodulation detection functions in a digital receiver. هذا digital receiver عندنا، نلاحظ هنا عندنا الـ SI of T اللي هي الإشارة اللي استقبلت هنا، يعني transmitted هنا اللي أرسلت، هاي اللي أرسلت اللي في طريقها للاستقبال، فهنا جايت الرسل propagated راح توصل. طبعا أثناء ما هي تكون propagated قبل لا توصل الرسيفر راح نضيف لها الـ AWGN Additive White Gaussian Noise، النويز المضافة هنا تنجمع، لاحظوا summation هذا السيجما تنجمع، راح تصير عندنا آخر شي تجي إنها تصير توصل للرسيفر لما يستقبلها كـ R of T اللي هي Received Waveform. طبعا احنا جاي ناخذها من ناحية العملية اللي هي R of T يساوي SI of T convolution مع ال channel impulse response plus the noise process. أول عملية راح تكون هنا عندنا 2 steps ضمن ال digital receiver. ال step 1 اللي هي waveform to sample transformation، عملية تحويل إعادة إلى sample، رجعها إلى عينة samples. وتالي ال step 2 اللي هي decision making مع detection على مود حتى نشوف انه تتكون من 1 و 0، تمام؟ لذلك هنا عندنا بستيب 1 الـ waveform to sample transformation، عندنا نبدأ أول شيء بال، طبعا هذا اللي لاحظوا طلاب انه مثل ما نشوف انه هنا عندنا أيضا optional، هنا عندنا الـ frequency down convert هاي الـ يعني المخططة تكون optional، وهنا عندنا essential، فهنا عندنا الـ frequency down conversion يقوم بعملية ما يسمى الـ frequency translation، هنا عندنا band pass signal جاية ترددها يكون عالي، فيصير عملية تقليل من التردد هذا، فهي تطبق بس على الـ band pass signals في حالة الـ receiver جاي يستقبل band pass signals. لذلك احنا استعملناها S of T للكل، لكن في حالة مثلا receiver مالتنا احنا الـ channel مالتنا baseband channel، إذا نتذكر احنا بحالات قلنا إنه ممكن يكون عندنا فقط baseband channels يعني مثلا عن طريق كيبل، فلما يكون عن طريق كيبل راح يكون الإشارة اللي توصل هي أصلا بيز باند، فما راح نحتاج إلى frequency down conversion، لكن بهالحالة احنا معتبريها band pass signals فنقلل التردد. وراها راح ننتقل إلى جزء هذا مهم essential أساسي هو ال receiving filter، وهذا ال receiving filter عادة يستخدم ما يسمى بال matched filter أو ال correlator. matched filter أو correlator. الماتشد فلتر هو يحاول إنه يوفر إنه السيجنال الإشارة اللي تخرج من عنده يكون بها السيجنال تو نويز باور ريشيو تكون جيدة أعلى ما يمكن، اللي هي قيمة الإشارة مقارنة بقيمة الباور مالت الضوضاء النويز. بعدها راح نوصل إلى جزء اللي هو optional حسب الحاجة اللي هو equalizing فلتر، وهنا عندنا الايكولايزنج فلتر راح يسوي عملية تقليل، يحاول الـ ISI يتغلب على مشكلة الـ ISI اللي هو قلنا التداخل ما بين الـ symbols أو الـ symbol smearing. بعدها راح نوصل يتحول إلى baseband pulse تصير samples، نحاول ناخذ الـ samples عند الوقت المعين، ناخذ عينات samples وراح نحصل هنا في كل وقت الـ Z of T اللي هي هنا الـ sample. طبعا هنا الـ sample بعدها راح تدخل على هاي العملية detection تحقق. هاي عملية detection راح تصير عملية مقارنة، مقارنة حسب الـ threshold فد يعني benchmark معين أو فد اختيار معين فد حد معين
قيمة، إذا أعلى من هذه القيمة كانت السامبل راح نختار بت معين، وإذا هاي السامبل بها قيمة لا أقل من الحد المعين اللي احنا خاليه اللي يسموه الثريشولد راح نختار البت زيرو. فإذا لاحظ زت أوف تي عندنا هذا الاختيار يسموه هاي هايبوثيسيس، يعني فد عملية اختيار يعني معين، خلينا نعتبرها بهالبساطة. نريد نختارها إنه يا إما نختار عملية ال H1 الحالة ال H1 أو ال H2. مثلا إذا ال Z of T صارت ضمن حالة ال H1 حسب قيمتها للسامبل magnitude مالت السامبل، راح نختار هاي القيمة اللي تكون مثلا بت 1 يصير اختيارنا. لكن إذا هنا ال decision القرار إذا كان لا القيمة أقل من ال يعني ال تعتبر ضمن ال H2 راح نختار البت 0. فنصير عملية التحقق واختيار حسب الثريشولد هذا الموجود عندنا، وبعدها راح نحصل المسج سيمبل ام اي، طبعا هذا استيميتد هاي هات فوق، او تشانل سيمبل حسب الاستخدامات السيستم مالتنا. احنا نركز انه راح وي ريسيف ذا مسج سيمبلز. عندنا البيسك اس ان ار بارامتر فور ديجيتال كوميونيكيشن سيستمز. طبعا مثل ما قلنا احنا نحتاج بالكوميونيكيشن عموما، نظام الكوميونيكيشن كل الاتصالات سيجنال تو نويز ريشيو. مهم ان نعرف انه اشاره السيجنال القوه مالتها الباور مالتها تكون جيده مقارنه بالنويز حتى يقدر الريسيفر يميزها ويستقبلها بصوره جيده. طبعا بالنسبه للديجيتال كوميونيكيشن سيستمز احنا عندنا غير فيجر اوف ميريت، مثل يعني الجوده القياس الخاص بالكواليتي او الجوده اللي هو يسموه اي بي اوفر ان نوت. اي بي اوفر ان نوت الاي بي هو يمثل البت انرجي سيجنال باور اس تايمز ذا بت تايمز اللي هي تي بي. طبعا احنا نعرف انه نتذكر انه الار اوف تي هي تمثل السيجنال زائد النويز، فاحنا نحاول ان لما نستقبل هاي الار اوف تي ان يكون عندنا الاس ان ار بصوره جيده، لان راح تنضاف عليها النويز مثل ما قلنا. فما نريد النويز تكون قيمتها قويه بحيث ما راح نقدر نميز السيجنال بالريسيفر. لذلك بالديجيتال كوميونيكيشنز راح نركز على اي بي اوفر ان نوت، هذا يمثل بت انرجي اللي هو يمثل السيجنال باور مضروبه تايمز ذا بت تايمز الوقت او الانترفال مال تلبت تي بي. الان نوت هو يمثل نويز باور سبكترال دنسيتي، النويز باور ان يمثل مقسوم على الباندويث، وبالتالي راح تكون عمليه التعبير عنها او تساوي الايكواليتي هنا اي بي اوفر ان نوت تساوي الاس اوفر ان ملتبلاي باي دبليو اللي هو الباندويث راح ياثر على البت ريت. البت ريت هو مقلوب هاي البت تايم، هاي تكون ال EV over N note اللي هي قياس ال SNR لكن في حال Digital Communication Systems. خلينا نلاحظ هنا عندنا ال Bit Error Probability versus EV over N note. نلاحظ بهذا ال figure An important metrics of performance is the plot of the probability of error عندنا مال Bit Error versus EV over N note. طبعا احنا نحاول انه نلاحظ انه الـ probability of error لما الـ EV over N not تزيد تكون الـ probability of error بالبيت تقل. طبعا the smaller the required EV over N not the more efficient is the detection process for a given probability of error. اكيد احنا كل ما تزيد عندنا مثل ما نلاحظ بالفيجر هذا يسموه waterfall like figure يعني مثل شلال، انه نلاحظ انه كل ما عدنا ال EV over N not تزيد هنا عدنا مثلا X not قيمته هنا عدنا P not. لما عدنا ال EV over N not اقل راح يكون ال PB اعلى، لان يعني طبعا كل ما قيمة ال SNR مثل ما قلنا او ال EV over N not يعني قوة الاشارة مقارنة بالنويز كل ما اعلى معناته ال error يكون اقل، كل ما هاي تكون اقل ال error راح يكون اعلى. لكن احنا المهم عندنا انه نحاول انه for the same probability of error بالنسبة لنفس the probability of error نتمنى دائما انه السيستم يكون نحتاج اقل طاقة، يعني كما استخدم احتاج EB over N not عالية ما
مثلا انا عندي سيستمين، عندي سيستم هذا ال P نوت احتاج هيدج ال X نوت اي بي اوفر ان نوت، ويمكن سيستم ثاني نفس هاي القيمة مال البت error يعني probability of error for the bit، ممكن احتاج ال اي بي اوفر ان نوت اقل قيمتها نفس هاي القيمة، فهنا السيستم يكون هذا عندي افضل، يعني احتاج اي بي اوفر ان نوت اقل، ما راح احتاج اصرف زايد power. خلينا نشوف الآن ما يسمى detection of binary signals، عم detection مثل ما قلنا تحقق حتى نشوف البيتس. signals S2 of T and S1 of T can be viewed as signal vectors S1 and S2 separated by an angle theta. راح نلاحظ احنا عندنا شيء مهم، انه عملية detection حتى نقسمها الى البيتس 1 أو 0 عادة اذا عندنا binary system راح نحتاج الى ان ننظر للسيجنال كفكتورز متجهات وبيناتها زاوية معينة، ليش؟ حتى نفصل بين هاي السيجنالز، احنا دا نريد نستقبلها لازم نعرف انه هاي اكو اختلاف بيناتها حتى نقدر نميزها، هذا اختلاف راح يصير عن طريق رؤيتها كفكتورز. خلينا نلاحظ مثلا هنا، لاحظ هنا عندنا هنا زيرو هذا الحد الفاصل هنا، هاي بيناتها بهذا يعني الاوريجن، وعندنا هنا السيجنالز خليناها S1 وخليناها S2 two vectors، ونلاحظ بيناتها مسافة وهاي المسافة بيها قيمة معينة اللي هي الـ square root مالت الـ bit energy. Here we can define P as a time cross correlation coefficient which is a measure of similarity between two signals S1 of T and S2 of T. عندنا ما يسمى بالـ cross correlation، عملية يعني نشوف التشابه ما بيناتها بين ذني الإشارتين الـ S1 of T والـ S2 of T. نشوف هنا يساوي الـ P هذا small يساوي cosine theta، cosine الزاوية بيناتهم، مثلا هنا الزاوية بيناتهم 180 درجة. If P equals minus 1, angle between the signal vector is 180 degrees, the signals are called antipodal. هذه الإشارات ثنيان ذني اللي S1 وال S2 نسميها antipodal. الأنجل ما بين الفكتر مع كل وحدة هو 180 درجة، والبي راح يصير قيمته ناقص واحد. For the case of detecting antipodal signals with a match filter، مثل ما قلنا الماتش فلتر هو يقوم بعملية انه يحصل على output مع power يعني ال EV over انه تكون عالية بأعلى ما يمكن الحصول عليها، ويتم عملية تقريبا ماتش فلتر ما يسمى بالconvolution مثل ما يصير بالreceive signal، عملية convolution مع الimpulse response الخاصة بهذا الفلتر، وراح نحصل بعدها بالdetecting مع ماتش فلتر اذا ندرس الايرور probability of the bit error راح تكون هاي تسمى Q function square root 2 EB over N not. احنا نريد نفهم انه شنو المعادلة اعتمادة على هذا، انه تعتمد على الانرجي الخاص بالبت. طبعا هنا المسافة بيناتها هنا square root EB square root EB، فهنا المسافة الكلية 2 square root EB، طبعا derivation راح طلع لنا هاي الاشتقاق طلع لنا هاي المعادلة. حالة P equals 0 يعني الـ angle أو الزاوية between the signal vectors is 90 degrees. خلينا نلاحظ هنا، هنا عندنا الـ S1 والـ S2 نلاحظ إنه عموديات، الإشارتين شنو؟ orthogonal، واضح، تذكروا مصطلح الـ orthogonal اللي أخذناه سابقا بالـ signal space، هذين الإشارتين orthogonal، so these signals are called orthogonal، بيناتهم الزاوية 90 درجة. Two waveforms are orthogonal كتذكير if they are uncorrelated over a simple interval. نعرف انه قلنا احنا متعامدات، متعامدات يعني شنو؟ اذا ناخذ كتو waveforms كل واحدة تمثل مثلا simple، فعلى طول هذا السمبل اثنيناتهم ماكو اي تشابه uncorrelated، اي تشابه بيناتهم ماكو، هاي الorthogonal. لذلك نقدر لما يطابقن او ينرستن سوى ما راح يكون عملية الدمج ما راح يأثر، لان ماكو بيناتهم تشابه، فما راح يصير تداخل بيناتهم. هاي فائدة الأورثوغوناليتي.
وقلنا مثل سابقا انه اورثوغونالتي راح يصير عندنا نفس الانر برودكت اللي قلنا عليه يساوي صفر ما بين تو سيجنالز. For the case of detecting orthogonal signals راح تصير عندنا probability of bit error يصير عندنا q function radical eb over n0. عندنا الآن ال error probability performance of binary signaling. عندنا أول شيء اللي هو ما يسمى بال unipolar signaling. نريد نشوف الأداء الخاص بالباينري سيجنالينج اللي احنا نستعمله. عملية السيجنالينج الموجودة عندنا تكون نوعين، أول نوع اللي هو اليونيبولر. Let us see an illustration of baseband orthogonal signaling اللي هو unipolar signaling. عملية اليونيبولر سيجنالينج يعني معناتها عندها قطبية واحدة لعملية إرسال إشارة. يعني الـ S1 of T تكون قيمة والـ S2 of T تكون صفر. هالحالة مثلا هاي الـ SI of T ممكن تكون اثنين هنا S1 of T، فهنا عندنا الـ A هاي قيمة معينة خلينا نقول واحد، وهنا أنا صفر القيمة للـ bit 0. وطبعا مثل ما نعرف انه هذا السيمبل او الـ waveform اللي تمثل السيمبل بيها interval معينة بين الـ 0 والـ T وهكذا T هنا ايضا T من الـ T الى 2T من الـ 2T الى 3T فالـ interval نفسه الفترة. إذا نجي نشوف الديتكتر، عملية الديتكتر الخاص عندنا، لما تجي هنا الإشارة الـ R of T، هاي حالة الـ Unipolar Signaling. Unipolar Signaling معناته الديتكتر يعرف إنه راح يستقبل أو تتم عملية الاستقبال على أساس إنه عندنا إحنا نوعين من الإشارات، يا إما الـ Bit 1 اللي هو يكون بيه قيمة، والـ Bit 0 اللي يكون بيه صفر، يعني القيمة معناته ماكو قيمة. That's why هنا الـ RT راح تجي هنا راح تصير عندنا عملية الـ product مع الـ reference signal. هاي الـ reference signal تمثل الفرق ما بين S1 of T والـ S2 of T. ليش؟ احنا عندنا أصلا الفرق يطلع A، لأن وحدة هي بيها قيمة والثانية الصفر ما بيها قيمة فتكون A. تعال يدخل على detector هنا ونشوف هنا الـ correlator، عملية تصير الكورليشن هاي الفلترنج مثل ما قلنا، بعض الأحيان الماتش فلتر أو الكورليتر يسموه، رغم إنه قلنا فرق بين الماتش فلتر والكورليتر لازم التركيز عليه. الماتش فلتر هو عملية كونفولوشن، الكورليتر هو السيجنال تكون عملية تشابه ويا ريبليكا ويا نفسها. بعض الأحيان يقولوا ماتش فلتر أو كورليتر بس هو اختلاف بيناتهم. الماتش فلتر مثل كونفولوشن، الكورليتر هو عملية دمج أو عملية رؤية التشابه ما بين الإشارة ونفسها حتى نشوف الإشارة هاي الجاية هي تمثل فد إشارة معينة حسب الرفرنس سيجنال اللي احنا جايبيها. راح تطلع عندنا هاي السامبل اللي هي ZT، وأيضا راح نقوم بعملية مثل ما قلنا الديسيجن اعتمادا على الثريشولد اللي عندنا، عملية اتخاذ القرار، يا إما تكون عندنا أقرب للـ H1 حسب قيمته وبالتالي راح تطلع عندنا الـ bit 1 أو الأقرب للـ H2 تكون عندنا بت 0، فراح تطلع لنا هنا هاي 1 أو 0، وذاك تعتبرها شنو الـ estimated المخمنة. نجي للنوع الآخر من السيجنال هو الـ bipolar signaling. الـ bipolar signaling اللي هو يتطبق عليه من على الـ baseband antipolar signaling، هناك كان يتطبق على orthogonal، ما يتطبق على الـ antipolar. والـ antipolar تكلمنا ان تكون الزاوية ما بين الـ 2 vectors مالت السيجنال هو 180 درجة. هنا عندنا where، لاحظوا عندنا S1 of T يكون عندنا A أو minus A، يكون عندنا فرق كامل، انه يا اما تكون عندنا الإشارة الأولى magnitude الموجب والإشارة الثانية تكون المعاكسة بالسالب مثل هالحالة. هنا عندنا A وهنا عندنا minus A، فاثنيناتهم بين قيمة لك هاي القيمة الموجب وهاي القيمة المعاكسة. فهي مثل السيجنالينج إلستريشن، وهنا يمثل مثل ما قلنا أيضا سابقا ذاك الكورليتر ديتكتر، هذا أيضا كورليتر ديتكتر، لكن لاحظوا أن الكورليتر ديتكتر بالباي بولا يختلف عن يوني بولا، لأن يوني بولا عندنا حالة واحدة، يا إما أكو قيمة يا إما ماكو قيمة، فمثل بس واحد. هنا عندنا قيمتين، فلازم كل قيمة تروح على ديتكتر خاص بها أو كورليتر خاص بها. فنتيجة عندنا الـ R of T receive signal راح تمر على هنا عندنا الإشارة المرجعية اللي تدخل عليها اللي هي
اللي احنا نعتبرها انه ممكن تكون هي S1 of T اللي هي A، وايضا لازم ندخلها على الاشارة الثانية ممكن تكون S2 of T اللي هي الماينس A. في الحالة هنا انا راح يدخل هنا ايضا نطلع sample، وهنا نطلع sample، ولازم نقوم بعملية الجمع ما بين السامبلز والقيمة النهائية، ندخلها على اتخاذ القرار ونشوف راح تطلع لنا يا اما بت 1 او بت 0 اعتمادا على الديسيجن او الثريشولد ايضا الموجود. ان شاء الله نكمل على المحاضرة القادمة.